السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن قصص الجن، نتذكر قصة في حصلت في اليمن في عدن، في منطقة بين عدن والمعلا. هناك بوابة يعرفها اليمنيين طبعا، اسمها بوابة العقبة أو العقبة، أو اللي هي عقبة بين الطريقين. يقال إنه كان الأهالي يعني يشترون إنه في يعني يشاهدون امرأة جميلة جدا، ولكن رجليها رجلين حمار، يعني معروفة في اليمن في عدن. عدن لها اسم تاريخي، ليس مش مجال ذكرنا، ولكن القصة تقول أن المرأة جميلة جدا لها رجلين حمار، وتظهر بساعات متأخرة من الليل. يقال أن بعض السائقين يعني كان لما يشوفها يعني شيء بيحكي أنه لوحت لي، شيء بيحكي أنه أشرت لي أنه، ولكن اليمنيين، أنا أعرف اليمنيين ما يكذبوا في هذه القصص. وفي منهم ايضا بيقول انه هاي يعني كانت ايضا على عملت علاقة معه، وعملت قصة حب معه، وعملت مع هذا السائق او هذا الشخص. المرأة يقال عنها انها جميلة جدا ولكن لها رجلين حمار، معروفة في منطقة عدن ومعلا، المنطقة اللي تسمى العقبة اللي هي ممر بين عدن ومعلا. القصة مرتبطة ب يعني مشهورة من سنة 1850، ولكن اللي شهرها أكثر يعني الربط بينها غريب، إنه سنة 1850، ويعني يقال إنه في سنة 1962 كان في جنرال بريطاني، أيامها كانت عدن أو اليمن كاملة تحت الاحتلال البريطاني أو تحت الوصاية البريطانية. هذا الجنرال أرسل جماعة من الضباط المتدربين إلى فيلا صيفية للتدريب، كانوا مرشحين يعني سنة 1962، هذا الكلام في اليمن. المهم، يقول أحد اليمنيين: كنت ضابط مناوبة في ذاك الوقت، ويعني الأفراد كانوا صنفوهم في مكان جميل جدا يعتبر فيلا، هي شبه فيلا، كان يملكها شخص هندي كان تابع أو يعمل في الجيش البريطاني. الشخص الهندي هذا يعني الفيلا يقال انها مصممة على الطراز الهندي. يوم الاحد لما انتقل الضباط، يعني تبقى يوم الاحد فارغة لانه الجميع يذهب الى عطلة، بصفة انه البريطانيين مسيحيين طبعا، معروف هذا الكلام. سارد الرواية سنة 1962 يقول: انا كنت ضابط مناوبة في ضابط مناوب مع الاشخاص اللي هم الضباط، ويبقى الطباخ يذهب الجميع للاحتفال ويبقى الطباخ. الطباخ بيقول في أحد أيام الأحد جاء مفزوع وخائف وخائف جدا، ويقول إنه يسمع صوت المية، يعني بيسمع صوت المية، يفتح بروحه يسمع صوت الأواني مبعثرة، الطناجر والمواعين مبعثرة، والماء يفتح بروحه، وجاء مرعوب وجاي بفراشه وجاي، يعني هذا الراوي يسرد انه كان في غرفة الضباط، فجاء الطباخ اللي كان موجود والفيلا فارغة. يقال ان الطباخ عبده، او الله اعلم الاسم صحيح او غير صحيح، ولكن الاسم يمكن انه مستعار، يعني مش ممكن مش حقيقي الاسم، ولكن قصة حقيقية. الطباخ جاء مفزوع وجاب فراشه معاه، وجاء يعني انه بيقول انه المواعين مبعثرة،
بيقول انه ضابط المناوغ. انا كنت يعني رحت ذهبت ل المطبخ وجدت الأواني مبعثرة والطناجر والماء وأصوات غريبة، فاستغرب لأن العسكرية معروفة العسكرية فيها صرامة في الترتيب، لازم كل شيء يكون مرتب بطريقة معينة، إنه ممنوع الفوضى في الحياة العسكرية. يقول سألت الضابط المسؤول عن الفيلا، يقال أن الفيلا هذه كانت لشخص هندي. هذا الشخص الهندي كان يعمل مع الجيش البريطاني، وكان يعني يملك أو كان قائد لهذه الفيلا أو هذا المعسكر التدريب المؤقت. يقال أنه كان متزوج من امرأة جميلة جدا. هذه أثناء الرواية تقول أنه أثناء ترتيب أو أثناء يعني تنظيفه لسلاحه بالمسدس، كانت زوجته قريبة عنده، فالمسكينة أثناء التنظيف فلت المسدس وأكلت لها طلقة وتوفت. المهم الهندي المسكين يقال أنه فقد عقله، لأنه كان يحب زوجته جدا وفقد يعني فقد عقله وترك المعسكر كامل وترك الخدمة العسكرية وإعفائه، لأنه صارت حادثة مأساوية، كانت زوجته معاه فتوفت في نفس اليوم وذهب الهند أو أكمل خدمته العسكرية. الحادثة تتكرر يعني دائما في نفس المكان، كل الضباط اللي بيجوا على هذا المكان بيشكوا من هاي، انه الاواني إن الروح، هذه روح المرأة تتجول في المطبخ وتنثر تبعثر الاواني على عادتها، بجوز وهي حية الله اعلم كيف. يقال انه القصة كانت تتكرر حتى انه الإدارة البريطانية أقصد، إنه إدارة التدريب قررت إنه إبقاء هذا الفيلا وإغلاقها نهائيا، ويعني ما عاد يبعثوا حد ليها وسكروها نهائيا، لأنه الأمر كان يتكرر. صار يجوا المتدربين على مكان آخر، ويعني تركوا استخدام هاي الفيلا وتركوا يقال انه هاي القصة حقيقية، انه المرعب بالموضوع انها موثقة، يعني ان الطباخ هاي، غير ان الضابط اللي كان مناوب وشاف الاواني مباشرة زي ما حكى له الطباخ، ولكن ما وجدوا تفسيرها، انه ما وجدوا تفسير لها الا انه زوجته لا تزال روحها هائمة. ما بدنا نتكلم في يعني تحضير الأرواح والأرواح ولكن يعني أحيانا أنا أؤمن في الأرواح، إنها يعني يمكن إنها تكون هائمة في نفس المكان اللي توفت فيه، ويعني ترفض إنها تفارق المكان. شاركونا في التعليقات رأيكم في القصة، وابعثوا لنا تعليقاتكم في قصص شبيهة بدول ثانية ممكن سمعتوها في أمريكا، في أوروبا، في أي دولة أخرى، ولكن شاركونا في التعليقات لنرى القصص الشبيهة، لأن أعتقد أنه في قصص شبيهة في هذا الموضوع في أي مكان في العالم، في قصص شبيهة، في نوع من الشبه، في يعني سر أو ربط معين بين القصص الشبيهة إلى الأرواح الهائمة. بغض النظر عن استحضار الأرواح، الناس اللي تستحضر الأرواح إن شاء الله ليها يعني قصة أخرى، إنه تكون في حلقة أخرى مفردة ليها بالقصص الشبيهة، ممكن لهم روابط أيضا في أمريكا تحديدا في الذات.
ليهم روابط معينة الأشخاص هذول. المهم يكتبون على التعليقات بالقصص الشبيهة اللي سمعتوها أو قرأتوها والدول الموجودة فيها، لعل يكون هناك رابط بين قصة الأرواح للتهييم، قصة الأرواح للتهييم، ويعني تهيم وتبقى في نفس المكان، لأنه البعض يصدقها والبعض لا يصدقها. أنا شخصيا أعتقد أنها صحيحة لأنه يمكن الإحساس بها أحيانا. شاركونا في التعليقات إذا في حد من اليمن أو يقولنا القصة بالتفصيل، لأن القصة أيضا تعتبر منقولة عن مصادر الحقيقية، وممكن نلاقي أشخاص يمنيين يعني يعطونا بالتفاصيل أكثر عن القصة. تحياتي.